وهلا البلايند تيست. ليشاركنا بالبلايند تيست رح ادعي على استوديو حديث البلد دي جي توني سي. التيشيرت الكول يا توني هيدي مقدمه بس هيدا تايجر مع هيدفونز كان عم بيسمع اغاني اغاني هو جاي على الطريق كنت عم تسمع اغاني اغاني وحاطين اشياء حلوه دائما اشياء حلوه بدنا منكم على السريع كل فريق ينقي اسم لفريقه مشان دموازيل كيتي تكتبهم على الاردواز بس نفسه شو بعرف فيلي شو رايك شو عطي اسم لفريقك نحن رح نسمي سيفو بلاي روم سيفو بلاي روم اوكي سيفو بلاي روم ذا فويس قريب اوكي ونحن نسمي ذا فويس قليل لحودة اوكي جاهزين بذكركم بدنا اوكي نيكولا بدنا اسم الاغنيه مش اسم الهدا وما تركز على الستات او شيء خلي تركيزك على الاغاني بس شغله مش لانه انا بشتغل باذاعه لازم اكون بعرفهم ليه انت قاعد كل النهار عم بتحط اغاني لتبقول الخمسه ولا تبقول الستة مش بتعرف عندك يمكن مدعومين عندك مدعومين مش مدعومه عندي ما بتعرفها ما بتعرفها طيب تركيز قوي كثير وتوني هيفا صح؟ بشر ما تقولش الحرق مش ما تقولش الحرق ملكة جمال الكون ايه بس شو اسمها الغنية؟ ملكة جمال الكون هي سؤال زي انساك زي انساك صح وحققت اول نقطه ل سيفو بلاي روم مش منى اللي جاوبت سيفو بلاي روم ذا فويس قليل لحود بدنا نركز كثير تركيز قوي وهيدي هيدي رغب علينا طب يا حبيبي يا حبيبي يا طب ليه لا لا عكس عكس ابو نمر قول لي اعمل ايه يا حبيبي قول لي ايه عايز انا نام طهروا لي الليل عيونك وانت كنت تخيل دوقوا لي الليل عيونك صبري قلبي قليل صبروا لي الليل عيونك وانت كنت تخيل يا مالي صبروا لي الليل عيونك قليل جاوبت وحققت نقطه التعادل لذا سألين لحود تركيز قوي كثير واغنيه بالاجنبي اكيد ميشيل رح يعرفها لانه ميشيل كثير ان ان ودوني هابي قالين لحود was very happy انه يحقق نقطه التقدم على فريق سيفو دونتوري هلا الاغنيه فيها تقرر يعني مصير هالحلقه تركيز قوي وتوني عمرو حبيبي ولا على باله ما
سيفو بذا فويس فرنسا كنت اكيد اني رح اطلع ذا فويس. وهيك بتكون حلقتنا لليله من حديث البلد انتهت، وضيوفنا لليله كانوا رمزي